عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ونكسن داوضي الكسر لواذا برنامج كني سهل وتحلو البعض نقلص عطان تيثيق قرنك الصومالية استوريه سمق على ذا من يابلس برنامج كوحيد نلس عطسين سهلي وآه يكران عبد الله برنامج كني سهل وحمرتي إنه قوه فنانة الصومالية صفية تسمو إسلام ركعنا قبل كمني صوت مرتي قوه صفية كسر دوو واندو هاي والعالم صافي واحد يجا ورنتا سعدال كانت قلت مدي مقالة من يابلس إكران هرتا مركو هرياد بنكو مهد علينا يادق يبرنامج كاجن قرحة بدن وحنو إيه مدي سفر يرو قابن كل اللي بوان كير عن الدقة شدة بريجو هر لاسير يجو بلابن طيبة صح وحن إيه مدي وبرنامج إجا سوع سمي موسيمكا وين إيه من يابلس ملكي لها موسيمكا وعطاي صافية موسيم كان صفيه كله وحوي يعني موسيم كي وجوه رجع نورد أمريكا سنة كورونا ده بلدك يصير سنة جوري دي صوت كسر قايم كشيء حتى نقعد نقول صوت أنت هاي مجرد مني قبل صوت كسر عطاء أدي له هيدا هذا ولا يجوا ورنا صفيه وحيا بعد كقبل يصير وحيا بعد قصة طلق الشيء موسيم كه موسيم كان هرت سيدات وقت هيبة وحويا وموسيم أد ضدك أنا وكلا أعدق إلى ليش أدو حيس قلية وحيا لبضنا ونن لقيه لين ودن كنا وموسيم كأيو يلا ضد كأنتوا ضبطن دعوة شيء ويا مدين هنا إيه ما دركتي صدى وضعنا يحسوس كليان ودن كودي وحياله هي استعمال كرين ضد بابن قرنين حتى وحياله هي لما قعيدوا ذي سديين مركا وحنو إيه مدي برنامج أي ليهين هاي صفية وحنو ملاين يا موسيم كنا ورقم كيس صوماليات أو دبلي نوغو سعسبونيسي ودن أمريكا كلا نوغو كاني بلادي جاهن تصفية سدوا أركتا يدير رقم كصومالي موسيم كده حيالة أنا هرت أنا بموسيم كولي متجين، لكن وحنو أركا وحاي بالشد وآدو جوه الرادناين، إسناد أرابتي وكليون ولا كياني معها، وحاي خضرين، جبابدي عرتي جبابنيان، هي صدقمات كيو كيانين، هدية دقن كيو هبل هي ريراي يو عرورتي إنت الله حلو ما دركتي لو جو عيارسينيو هو يو ينكي أول إنت الله يسكسو أوروريو الله دي ما دركتي أي كشك هنايان إن شاك عروريت كي يوحيد داي إنه هدها ولهين صح وشي آد أقالية ويبلشدنا ده أي آد وقباهنايد من يابلس كلية ما هي وحن قبائنا تاي وح لو قبهن يهي يوحيد داي الدنيا دا. حتى أودن كيني بل لو قبهن يهي إنا موسيم بيدن وكالي لغا سمايو داد كيني سادو عرق تبا ده وحي لقن قورس كيني اون إناك كلية إنا ما هيستي ودن كيني نو كجرا وحيالها موسيم كن من يابلس يالا وحلقا يابعين لغوايو een hadii looga baahdo hada wadankeenii hooyo waa la isku soo ururiyay wadanada Soomaalida oo dhan baa laga keenay hidii dhaqankii Soomaali lahayd oo dhan baa meel isku keenay marka anigu tusmahaan waxaan arkaa wax aad u qaali ah oo aad u wanaagsan baan arkaa sax Sofiya bal waxa diga warantaa hidii dhaqanka alaabta dhixtaala sida yeelka wadanka Mareykanka ku soo koray ama wadanka ku dhashay oo kale dadkii Soomaaliyeed oo kale dad waxa jirta si ayna maxaydana magacyo kale loo kala yaqaano magacyada kale sida u yaqaanaan magacyada ay ku qoran yihiin weel walba maxaydana magacyo ismu ku qoran yahay ama alaab walba magacyo ay ku qoran tahay mise waa loo kala sheegsheega qof baa jooga wada sheegsheega laakiin deway ugu way garanayaan oo na risku marka tagto way shayba magacyiisi buleeyahay laba magac uun bay inta badan u badan yihiin oo deemay iyo maxay uun buu badan yahay deal waa uun deal كلي بوا حيكون استعمالان أفك سومالي جا ماشة أقوبة عن شيء قالوا استعماله. سيدا for example غرف كوكال. صح. أنا مركان ماشان كمية غرف قليلة. سومالي ذا كله دوكي دكانه وحالين هذا حروب أنا مالني. مركا لبعض كي مهم سنبالة وقرية أنا مالني هدي وحلا وقر. لكن كلي وشيء عادو قالي هو إن دتك قار كل مركز ويدي سقف البنش تجارو قرن يا. يعني فندال كي أكله كوب قري جدد بنكوب قري وقرنين وما بعد. لكن كل كذي جا ويدي سد طبعاً هو يكرني يعني معني ما قعد يسيج هالشيء جاي. وعطها هاي صفية صفية يبلو واحد يجاور انتها فنانة وعطها هاي أو هي سها وقعتا قبيضة نواترسا قبيضة ما عدا السماء مسوى قبيضة هراء الصوماليات بل يجاور. إكرانا يهرتا قبيضة ما تريان. أي. قبيضة ويكعلسيهن هي سها. قبيضة هراء نويترا ونقوله قيو هراء أسوتري. قبيضة عصب أو هذا اللي يديبي. oo na hadda qaran kullu qeyay iyo qaran kullu qeyn doono hayba way jiraan taa safiya safiya ay kullay toola gabayga waxa lagu ogaa ragu inay gabyaan
دمر كنا أي برامبر يجرار أي قادان بل عادي بصفية سيدات وجود جنتها ذات كان إذا جاب يجرع قصة قادتي يا وحيابها كوك اللي فينا تجاب يجع قادة بل صفية يجورها أنا ما هتسند ولا جاب يجو سوغان تصوماليات وحن أوران كروا أبيس يسقى أقول وكقيمة بدنية نمبر وان وكدم بيري هاي وده جاب يو ميسق ماله وحبا ماله وحلي هي وحياله لو استعماله أو ما دركتي ودوين لمره أيو لي هي وحها ورباهن تصوماليات وأول وحياله بضم بالو جود بنشري والو جود قال قال شري والو سكود عندها سنشري ووحن هدهن ناس صوماليات شيء وقولس هسه وكوري هي لو يمكن يو وحن ودان جاب يجا كه كقيمة بضم مركا وح وكت جاب يجو أي صومالي استعماشنا هبيراتي مجرو وان قرت صفية بالجبايدي هرا صفية بالو محمد دجا مقشين كرتا جبايدي هرا ها ولا لو جبايدي هرا إن ضادو كلا دورة تبي كحرنت إن هذا ترفتي إن تعيل حقي سوق عدو حقي كلا وضني نمضة لكن ما دام تري أنا وانا دي ديفتي جوي سكوت تري محمد دجا مقشين كرتا صح جبايبان وحقك هذا سوق عدنا يا جبايجان واحد تري الله ونحرست أبشر بعد له تري وحقك هذا ليا gabay ugu wuxuu kaga duwan yahay suugaanta Soomaaliyeed ee kale marka wuxuu leeyahay hoyalayey 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 قاد قعلو هاي ساني كيني نفتي يا موسي قاد قعلو هاي ساني سوغان تقبي بواصل قران سوي ذيني سوغان تقبي بواصل قران سوي ذيني وحيقيت كالوحا رنجي ري قبي قوسو ماها وحيودا يقوب كغا هدلان قبايقو صوما وحيقيل اللو قيب سنجيري قبايقو صوما قمان فراس وحيلو قدقي قبايقو صوما وحيقور كالو دور انجيري قبايقو صوما مرتي وحا غرفيو قدبيا قبايقو صوما ترتن وحانا يهسو لقالين قبايقو صوما وحان قادك عيار لهين قبايقو صوما وحان لو قراعين قربان قبايقو صوما وحن موسيق لو قاوينين قبايقو صوما وحن موسيق لو قاوينين قبايقو صوما وحن ترون بلو قيجينين قبايقو صوما وحن دقان كقالد وقدين قبايقو صوما وحن دقان كقالد وقدين قبايقو صوما تاريخ ذا وحلق وقنتظو قبايقو صوما وحسر باب تقارغ وهدمية قبايقو صوما قوني بار بسوغان قبيت قبايقو صوما إلهي وحونا قلدي قبايقو صوما سلام يا سلام وحنو ملاينا يا دا وضا يرنا تقبايقا كوضا مبسودين وتصفي عن الوضا الرعادنا الوضا الرعي سنسين قبايقا اي نوتر سي صفية تصمو قبايقا سوحو تلمامي سوغانتا وحو كقدو قنيا هاي قبايقو واعطا هاي تصمو قبايقا سوحنو ملاينا يا عانيقا نقيرو يقلي دتكنا داوانا ينقير انو قلي بالوحة صفية ادناغو ورنتا تصموي قبايضا عصب أدي مك قاضي كوي مك قاضي كوي كدم بيجي عصر جاي عصب أما تعالى هذا أما قبيلة هذا بالقبيلة راسي مكنا قبي كم إذا إن الناس قبتن دوننا
gabayada cusub walaalo horta way badan yihiin laakiin gabay waxa jira la yiraahdo ansaar carbeed marka gaar baan u duubi doonaa insha Allah laakiin waxaan ka maqashin doonaa inta yar hore gabayga waxa tiriyay abwaan luqmaan baad erayada iska leh kullayda luqdanana yeelan doona halkii dadku ka heesayeen ayada diguna gabayga oo tiriyay iyaguna hadda gabayadii aan kaga luqeyaa abwaano badan oo gabayay dhiibayna way jiraan waa inaan keeno way gabayadii ay hadda ku dhex socdaan idaan suugaantu heeso unuma dadkii way heesayaan music bay tumayaan way heesayaan heeso badan oo micnaba ku fadhiinoon waxba baan dadkii ugu filayn bay yaa maad aragtay hadda saad aragtay ba socda marka waxaan jecelahay inay gabayadiina iyaga oo si casriyeysan ay haddana dadkii ay u dhex socdaan oo maad aragtay aan laga tegin waayo dadku waxay u haystaan inay oday hore gabyo aanba gabaygu inuu yahay wax maad aragtay hore marka gabaygani waa gabay aad u qaali abwaan luqmaan wuxuu ii sheegay inuu sameeyey dagaaladan hadda carafta ka socda sax intayna bilaabanayn gabaygu wuxuu leeyahay dad badan oo soomaaliyeedna wax weyn buu ku turjunteen wax may lamaba turjumaan uma soo bixin laakiin waxaan jeclaan lahaa dadka soomaalidu inay ka faa'iidaan especially dadka dowladaha wax ka qabta dowladaha wax ka sax gabaygu wuxuu leeyahay salmadhiga adduunyo maxay subaxba hor joogtay weligeed qof bay saacidaa ama salaantaaye salaan dheer markii uu koruu sabada beeqaaqo simbiriirxada maalin bay sibir ku turtaa madaxdii sarsare ee carbeed suunkii baa u go'ay saxar baa ku yurura mariiq siibayaa helaye saldalooyinkooday in badan nalal siraateene dadkoodu saboolay wax badan salmadhiga adduunyo maxay subaxba hor joogtay weligeed qof bay saacidaa ma salaantaaye salaan dheer markii uu koruu sabada beeqaaqo simbiriirxada maalin bay sibir ku turtaa madaxdii sarsare ee carbeed suunkii baa u go'aye saxar baa ku yurura mariiq siibayaa helay saldanooyinkooday in badan sidii ku maaleene dadkoodu saboolay wax badan nalal siraateen saynal caabidiin baa dalkii yasiray dadkiisii seedigiyo wiil ku dharaa baanankii siray sawjadii uu qabay baa dhulkii soofkii ka idlaysay dembigii dulmigii markuu saacito loo samrina waayey isku soo bixii bay taxriir sabadka buuxsheen milyan iyo 800 ayay saray u dhaafeen markaa gabaygu uu dheer yahay wuxuu sheegayaa sidii uu dowladdaasi ku rugmatay saynal caabidiin wuxuu dadkiisa ku sameeyey ilaa carabta oo dhan ayuu soo maray ilaa masar buu ka tarjumayaa taxriir suudaan maxaa la suudaan yaan dhihine waddankan soomaalida dhameeyey liibiya carabta oo dhan marka wuxuu ku soo dhameynayaa uu ilaahay u bareeyaa masiibada carab oo dhan suratay ilaahay inuu sacuudiga ka badbaadiyo sababtoo ah xajkiibawaddan kalena wuu ka saaray abwaanku oo ilaahay u bariyay inuu ka leexiyo wuxuu yiri waa imaaraadka waa waddanka keli ah ee soomaalida uu maad aragtay intii dee 22 sano ee soomaaliya rugmanaysa amba ha laga safrado amba cisb maaragtay dadka xanuunsanaya ha la keeno kolley uun wuxuu ku qiyaasay waddan soomaalida uga dhowaa carabta inteedii kalesoo bixi doona insha allah waxaan rajaynayaa intaanan bixin inaan duubo mana sooda ku duubo marka way badan yihiin laakiin munaasibadeena kaas baan kusoo qaadanayna insha allah waa tahay safiya safiya bal waxaad noo sheegtaa qaaci iyo qaraami iyo daf bal waxay ku kala dugan yihiin ekran horta wax weynoo saasa kuma kala duwana dul ahaantii uun qaraami bay hoos tagaan haddana def iyo qaraami iyo qaaci baa la yidhi qaraami dee waa heesihii qaraamigii maad aragtay intaad halkaa soo istaagto heesahaba lagu bilaabay hal erey baad soo qaadanaysa haddaadu hal erey soo qaado oo qaraamigii ereyadii qaraamiga helelay helelo bustaanka dhexdii sabood boodoy marunbaan bannaan kakaaheliye bustaanka dhexdii sabood boodoy marunbaan bannaan kakaaheliye iyadii unbaa soconaysa unuu kolba hees halkaa eray baad maantoo dhan wadanaysaa
لاي 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 بستانك دحدي سبود بودوي مروم بامبنان ككايلي لاي لاي مركا اللحن كيوم بايس بدلي ارقي وحبساس اسمه بدلي انك ستوي لباو كالبحاني ريدود او ما دركتي ereyadi qaraamiga dadku waxay ku qiyaasaan 24 qaarna waxay ku qiyaasaan 6 iyo 5 iyo 6 dambe ku qiyaasaan laba ka duwan marka oo mirahoodu uu ka duwan yahay kuwan kale haye hada haafuno kale iyo bird laxshay iyo laylay iyo waa isku xaafad bay marayaan oo ereyadoodu ma kala baxaan laakiin waxa kale xatay hidid iyo hidi iyo ay aaday hunoya sax een labadaasi waxay ka yimaadeen meel ka duwan qaraamida meelahay ka timidayo kale qaraamidu dhinacan iyo وقويي سومالي ودن كيلو رنج ريم كان سومالي لان إلا أيو سومالي قلبيد إلا أيو جيبوتي انتهدن جيداس بايس كلام لكن لبداسي وحي كيما دين قلبيد أي كيما دين سبيشل وحي كيما دين شني إلي مركز دنبي وحي تغيان جيبوتي وحي كيانا نيلو رنج ري الله ونحر ستيفانان آدو قاليها سعيد حمر قول واحد قاك صفية لبدا هي صد بالوحي كيما دين يا تاريخ دي كيما دين يا سيدي وقدوين هاسي هوريد مكاد نص وقاطي dadka oo goor hor noobal waxaana taariikhdu waxay ka timid bal noogow labada heesood een kulli qaraamidu qarbu abwaan sameeyeen sax oo waxa lagu oranayaa qaraamida abwaan himil ayaa sameeyay ereyada abwaan himil ka sameeyay labadani waxay ka duwan yihiin anigu qaraamiyada kale waan ka jecelahay sax sababtan kaga jecelahay waxaan maqli jiray yaraantaydi iyagoo dhulkan aanu ku soo koray sax iyadoo laga geheesayo een iyo taariikhahay leeyihiin iyagoo laga sheekeynay hadda hadaan ku soo qaato een hidiyo kale een dadka qaar waxay koodanayaan waraaba bilaabay haye qaar waxay koodanayaan islaam ba bilowday haye udigeedu dilay haye een marka tii waraabaha hadaan ku soo qaado kale waxa la yiri waqti galaba oo roob soo daayo roobku marka ugu daran u baadiyaha ka duu waa markay xoolo soo galayaan magrib inuu roobto dadku aad bay u naxbihiin waa xilliga xoolihii oo maanta dhanbanaan ka madartay soo daaqayay iyo maqashii yacaani la isku dhex socdaan hawshii baa xilliga aad u badan sax inta badan roobka xilliga soo daa marka waraaba wuxuu arkay roob deysa soo xiray oo soo socda haye iyo dadkii oo xiroonaya oo xoolihii iyo wixii xiraysanaya waraabi baa gabiyay marka taa oo farxayo wixii silcaa waxba ku xun yahay idagu dhinacna ma habeen kama farxi karo xoolii baa way xiroodeen saacaa oo wixii sidii maxay xoolina way ka xiroodeen waana ku soo haya da waxa kale sabab mid tirtay ka haa uu gabi isagu marka heestii buu qaaday marka wuxuu yiri hidiyo hidii ay hidiyo hidii محامي سو مدو ومحامي رو ليمي إنكي ميلو كعر مركا وي ديرتا دوتك قارو حيا مسيهين إنو ورابها سكتري هيرتا سكتين إن قارنا وحيا مسيهين إنو دوبا بحالي رسانتي سيدلي هيا ودي مالها قيلة بضن بوها ilaa iban naga soo gaaray xilliga ay karaan inagu miini soo gaarin oo warkii la diin jiray waa runta islaantii markaa qoribu loo dhacay haye islaantii markaa xanuunkii bay ee dhahaystani ka soo booday marmar buu ceeb buu qotay ha inka waxa tiri hidiyo hidii way ninki qaw qaw laha ee qanaanta hango laha ani sidoo qorigeygu yiri markaa labadaasba dadku way sheegaan waraabihii islaantii oo dagaaday islaantii raashin ila inta badan ba islaama kantii waraaba kantii ilaahdeen laakiin jabuuti waxa keenay allah uu naxariistay fanaan qaaliya oo reer jabuuti ahaa saciid xamr qood ayaa keenay tan kalena aad way hunooya dad badan baa qaadi jiray nimcajaamac ay ka mid tahay kamaha ugu caansanay fanaanada qaaliya reer jabuuti ayadan waxa la yiri dee sidii horta hidada bay inoo ahayd hablo qaali bay ahaayeen hablahan dee hadda la iska jirjiray boqol geela hablaha laga soo bijiray baalaas faraskii qorigii habluhu markaa iyagoo saa u qaaliya limit bay lahay time baa loo eegi jiray time lagu gursado timekaa hadday dhaafto brayska hoos u dhici jiray waa la jabinayaa dee qiimihii sarey lahayd ba hoos loo soo jabinayaa waa sidii alaab heesay la yidhi seel laga dhigayo kale waxyaalaha ilaahay naga soo gaadhay taasina ka mid tahay
gabadhii markaa way heer jiray way guur doonin jireen macnaha oo gabadhii intay reerkoodi ka socoto ayay magaalooyin kale tagi jirtay ayay meel kale tagiisa markaa way guur doonanaysa gabadhu hadayba soo gasho de price-keedii wuxuu noqonayaa 70% oo ayuu noqonayaa laakiin markay inta laga soo doono xoogaabi waa lagu toorjin gareen jiray ninka gabadha soo doono xoogaabi joogisa inta gurigiisa wax loo sameeynaayo marba mood keenaya marba wax bu keenaya gabadhii 100 geel ilaa alaabteedii iyo mood xeerka Soomaalida oo aw loo soo dhameystiray gabadhii lama siinay gabadhii ha iyadana guriga loo dhameystiray jiray qabiyada loo sameeyay jiray een gabadh markaa de waqtigaasi soo gaaro yar in hina heerida rabti oo imaaratay heerida ama guur doonto batters bay dadkii ilaahdeen inta badan sax gabadhi markaa waxay aragtay hooyadeedu deeq u sameeyneysa tararihi iyo kabadhi iyo deeqalaabta tolaysay dumarkii la tolayaan intii dhahay inantii u diyaarinaysa inantiina way arkaysaa bay in waqtigeedii gabaabsi yahay oo haddii si dhaqan ah doonana inaan baan de wax diyaar u ahay oo waxna soo socdin de ayadoo wax ogeyba inay meesha ka tagto haye markaa hooyadeed bay la hadlaysa haye way leedahay de hooyo hawshan ku jirto iyo hamigaygu isku mid ma meel uma wada socdaan markaa waxay leedahay Eya adoy hunoya Allahu bali hobalowa we alolay hoyedey Allah alolay hoyedey awsalol masamaysateen oo cadeeda isku madigte ani alolshaydayoktay waan ku dadsaday waan ku kabahan gashaday ay ku kabdi sameeyo madaxay subago isay bilab marka siday u badan tahayna maadaama ay sheekadaasi ahayd de sheeko ay Soomaalida oo dhan galbeedna umay gaar ahayn gabdhaasi Soomaali oo gabdha Soomaalida Soomaalida oo dhan bay ay ahayd laakiin inta badan sidana aanu maqlay inkastoo dadku ay qis iyaguna qiso kale inay ka hayaan laga yaabo gabdhahaas heesta gabdhahaas bay ku timid dan isla markii dambe orod waxay ka soo shaacbaxday oo Djibouti soo shaacbaxday marka labadaasi saasi kaga duwayeen aniga xasuus gaaray igu leeyna anuma soo heeriyo ma wadankii aad ku kortay baa maxdana ayaa laga ciyaartay lagu qaadi jiray sax dadkii oo qaaday maasha Allah marka labadaasi saasi uga duwayeen waxa kaloo di weydiisay defti iyo hadii durmaankii raayay durmaankii la timid jiray arasiida la timid jiray marka defka uun qaraamiga ha hoos tagto haddana way ka xalad badan midhmidh kala lagu darayay midhmidh kala hal haato group iyo group ayaa loo kala bixiyaa gabadhina de alwa fadhiisan group inay wiilka u heesay iyo group gabadha u heesay kala ahaan jiray kala ahaan jiray la kala bixi jiray wala kala rogan jiray wala kala rogan jiray durum aan baa la tuman jiray sax een amba ina miy hablaha noqoto amba de hablo qoraatba ha noqoto aya een waxay lahayd erayada qaraamiga loo isticmaali jiray erayada iyo dafti qaraamigu inta badan way sahay erayada erayadoodu ma kala baxaan balay ma kana safiix ay ka haday gabagabadii barnaamijkan ku sii guday jirnaa dafkii baa igu ka haday bal xabad iyadana naga maqashay dafku dafku wuxuu ahaa maad aragtay wax aad u qaali sax hadda marka aroos jiro kale een amba de munaasabad xaflad meel isugu yimaadeen fanaaniin iyo muusig la haysanin waxa weeyaan shayga lagu fakt halkii muusig oo kale loo maro durmaankii iyo wixii dhan baa loo tumayaa kolay tarada way ka xalad badnayd inay ka xalad badnayd ay mid ka sida lagu jiray imka heesahan iyo waxan taasa ka xalad badnayd xamaasad badnayd xamaasad badnayd su'aalaha isku xidhi jirnay een waanu isku aflagaadeen jirnay waanu maad aragtay de wadooyin jacay loo maru lahaa waa arin qof walba waxba lagu xukumi jiray haddii heesta garan waayo ama uu de ka soo waxa kamid ahaanoo de barnaamijkii gabagabadii lagu jiray soo gaabinayo sax bisin kanim bila way basnaarke bisin kanim bila way basnaarke balaaya aygu manu ku dhayn ha 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 amadibo idawa aye bal soo dhawo taas ku jirtay en waxa kale ku jirtay daradani waa taayadi wax xusataadi waa garanayaa daradani waa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.